غريب قوي انك تكون من اللي ربنا اختاره يفهم. تفهم ايه وليه ده مش مهم، المهم ان اتكتب عليك تفضل طول حياتك تحل لغز. لغز انت عارف ومتأكد انك مش هتجيب اخره، لغز القدر حطه في طريقك عشان انت صعب. بس المواجهة هنا بتكون شرف كبير ليك، يا تعيش انسان او تموت مجرد من الانسانية، لان في وجهة نظري الانسانية مجرد تفكير.
لا تقع في فخ. أي أمر لا تسعى إليه وتكافح من أجله لن يأتيك. فالحياة ليست كريمة إلى حد أن تمنحك كل ما تريده دون سبب. البداية كانت من حوالي سنتين تقريبا. أنا اسمي محمود، شاب مصري زي أي حد. الفرق بس إني دايما كنت بشوف كل اللي حواليا مجرد عرايس. عرايس لعبة متبرمجة من غير ما أي حد يحاول يخرج عن نظام حياته. آخر يوم امتحانات في الجامعة لما كنا في سنة أولى، أحمد، حسين وأنا كنا راجعين فرحانين زينا زي أي حد رجع للإجازة. بس الظاهر إن القدر كان ليه رأي تاني استخدمني بدافع الفضول. الحكاية بدأت بدفن طلسم أسرار التراب. يعني إيه طلسم أسرار التراب؟ صدقني أنا ما كنتش أعرف لحد لما تحولت لمجرد روبوت بينفذ أوامر. أوامر مين وليه؟ أهدي بقى معرفهاش. أقنعتهم إن نطلع الجبل بدافع التغيير. كده كده الجبل ده ما طلعناه واحنا صغيرين، لأن بصراحة المنظر من فوق تحفة. سمعوا كلامي، في اللي اقتنع وفي اللي مقتنعش. على تفهم فوق كل حاجة. دفنت ورقة أسرار التراب، الورقة رقم 158 من كتاب السحر العربي القديم، كتاب كنت شاريه من معرض الكتاب. زي ما يكون كده كان مستنيني. أنا ساكن في مدينة هادية مقسومة نصين، أراضي صحراء وأراضي خضراء. شدني أوي في الكتاب إنه إزاي أتكلم عن القوة الكاملة في الرمال، واللي هي تقريبا من أقوى قوى الأرض. كنت فاكر إن زمام الأمور في إيدي، بس للأسف كنت غلطان، لأن راح تحيط الطلسم ده أعز ناس ليا. بعد حوالي شهرين من دفن الطلسم اكتشفت حاجة غريبة أوي. الكتاب اتفعل بطريقة غريبة وظهر لي حاجات مش طبيعية وهلاوس كتير، بس مديتش الموضوع أهمية. كل اللي عملته بطلبت أحمد وحسين بعد ما شفتهم في حلم عجيب أوي قلقان عليهم. وقال لي يلا هننزل. قابلتهم فعلا في مكاننا اللي دايما بنقعد فيه.
حاولت اشرح لهم كل حاجة، بس للأسف قلب الموضوع هزار، وانا نفس ساعتها ضحكت معاهم وحاولت اكون زيهم، بس للأسف هو ما كانش بيهزر زي ما احنا هزرنا. لحد ما فوقت على تليفون الصبح اللي فيه ان احمد وحسين ماتوا. ايوه ماتوا هما طالعين على طريق اسكندريه الصحراء. دمرت نفسي وقلت يمكن قدر، انا ماليش دخل، لحد ما الكتاب بعت لي ورقه الانذار التاني، كان دايما رسائلهم على شكل أحلام. بعد الحلم ده حاولت ابطل سحر الملعون ده بشتى الطرق، لحد ما قريت ان الطلسم ده بالذات لعبة وليها قواعد، ولازم كل سحر الطلسم يفعله وابطل سحره قبل تنفيذه. وفعلا كنت بدور في الكتاب وحاولت، لحد ما اتنفذ امر الاعدام في اختي. اختي اللي شفتها بافظع منظر في حلمي وفقدتها. بعدها حلمت آخر حلم بعد ده، وهو خروج من محبسه.
مين؟ سنة ونص افتكرت انك كده انتصرت، بس للأسف برضو كنت غلطان. متأكد يعني انت كويس؟ ايه يا عم، في حاجة ولا ايه؟ هيحصل لي حاجة؟ انا عادي والله، انت كويس والله. لا يا عم الحمد لله بخير، كله بتعمل ايه؟ الحمد لله، عايز اشوفك. طيب اصلا يا عم نقعد انا بيس حبيبي. طيب خلاص قشطة، ظبط كده يوم ونظبط يعني بكرة بعد كده نقعد مع بعض يعني. خلاص قشطة، بكرة خلاص محاضراتي ان شاء الله وفي الجامعة وقابلك بعد الجامعة. خلاص ماشي يا صاحبي حبيبي، حمد ماشي تمام.
متخيلتش انهم اذكياء للدرجه دي، اذكياء لدرجه انهم بيختاروا اي حد ممكن يخليني انسان، زي ما يكونوا اختاروني في مهمه بس رافضين، رافضين اتعلق بدنيتي. والمفاجاه اني بعد يومين، ايوه بعد يومين من الهلاوس اللي شفتها لقيت الحياه قدامي. انت حر ولا قتلوه؟ معرفش، بس كل اللي اعرفه اني لما رجعت جبت الكتاب من الجبل. كنت لازم ابطل تلصم النجمة، بس للأسف دايما هما كانوا اسرع مني.
Oh,